طيب كذلك من فساد المعتقد ما جاء في بعض كتب أكبر منظر للجماعة جماعة الإخوان المسلمين وهو سيد قطب الظلال الجزء 6 الصفحة 4002 ودي من أخطر العقائد الفاسدة. سيد قطب في هذه الصفحة 4002 يقول بوحدة الوجود. تعرف وحدة الوجود يعني شنو؟ يعني كل موجود في الكون هو الله. كل موجود في الكون هو الله. عشان كده ده قال شنو؟ وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في الكنيسة. ده كل شغل وحدة الوجود. دي عين الإخوان المسلمين مش التبع، مش التبع سائر الرجلية والدعماء. لا لا لا، علماء الإخوان المسلمين دي عقيدتهم، فكيف التحيد حيكونوا كيف؟ سيد قطب يقول وده كتاب الظلال هو ده. كتاب الظلال ده عبد الحيوسف دخل هنا كونتينرات كاملة للكتاب ده. لما كان ماسكين منظمة المشكات وزنورين والمعالي وغيرها من المنظمات كونتينرات كاملة للكتاب الفاشل ده، وكتاب كله كفر وسبل الأنبياء وشتم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وحوريك بعد شوية حتى أنصار السنة لما يسألون من الكتاب ده بتلولوا كيف، لأنه دير كلهم أخوان مسلمين، صار سنة جناح أخوان مسلمين جناح الحبر جناح عبد الحي جناح العودة جناح القرني، دير كلهم أخوان مسلمين لا بد تعرف، لكن يتلونون، والتلون هو من صميم منهج الإخوان المسلمين. لكن كده اسمع أول حاجة. قال سيد قطب في تفسير سورة الإخلاص، قال إنها أحدية الوجود، فليس هناك حقيقة إلا حقيقته سبحانه وتعالى. وده كذب. أنتوا الآن حقيقة ولا خيال؟ أنتوا حقيقة ولا خيال؟ حقيقة. فده تقرير لأنه الحقائق الموجودة هي حقيقة واحدة وهي ذات الله. فأنتم الله، والحائط الله، والمروحة الله، والأنوار الله، والحيوانات الله، والخنازير الله، والعقارب والسحالي كلها الله في عقيدة سيد قطب. ما ده كتابه. قال والكلام ده قروه على الشيخ ابن عثيمين، كلام ده ذاته قروه على الشيخ ابن عثيمين بنصه، قال هذا مسكين يدل على أنه يقول بوحدة الوجود. طيب قال وليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده. كلام ده كذب ولا صح؟ كذب. الكائنات دي كلها موجودات لكن ما آلهة. طيب وكل موجود آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي، ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية، وهي من ثم أحدية الفاعلية، فليس سواه فاعلا لشيء أو فاعلا في شيء في هذا الوجود أصلا. وهذه عقيدة في الضمير وتفسير للوجود أيضا، دي عقيدة وحدة الوجود كما بينا، وهي عقيدة كفرية. قال ابن تيمية ومن قال بها أو بمثلها فهو أكفر من اليهود والنصارى، لأن النصارى قالوا بس عيسى هو إله واحد والله وعملهم ثلاثة. ده أي حاجة في الكون إله، أي شيء، الجمادات والحيوانات والحشرات والقاذورات والنجاسات كل إله. شفت خطورة العقيدة دي كيف؟ طيب وبعد ده بيدافعوا عنه، بعد ده بيدافعوا عنه.